السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله مبسوطين. معكم أخوكم إيهاب السرافندي من قناة إيهاب تي في. طبعا اللي بيشاهدنا أول مرة، أنا عندي قناة إيهاب تي في وفي قناة تانية اسمها إيهاب تي في بلس على اليوتيوب، وفي عنا على التليجرام. كل الروابط المحطة بنلاقيها على التليجرام، وتحديثات شاومي الرسمية أيضا موجودة على التليجرام، وكل إشي ما يعنيك يا رب بحطه بيكون على التليجرام. اليوم في عنا تحديثات جديدة وصلت لهواتف شاومي، والتحديثات هذه كتيرة، مجموعة كبيرة تلقت هذه التحديثات. بنقدر نقول يعني أمطار من التحديثات، لما نقول أو أكتب أمطار من التحديثات يعني التحديثات كتيرة وصلت لهواتف شاومي وريدمي وبوكو. خلينا نجي نشوف تفاصيل هذه التحديثات. دعوة منك حلوة ولايك كبير، وصلى على سيدنا محمد بعد ما تحط لايك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إلى التفاصيل، نيجي أول حاجة للجهاز اللي معي. الجهاز اللي معي أجاله تحديث 1.07، هذا شاومي 13 ألترا، هذا جهاز النسخة العالمية، وهذا التحديث للمي بايلوت. وإحنا بنعرف الناس المي بايلوت مين هم، الناس اللي بيجيهم التحديثات أول إشي. وأنا حكيت إذا أنت عايز يصلك التحديث بسرعة ممكن تسجل في المي بايلوت، وعملت أكثر من فيديو. إن شاء الله قريبا هنعمل فيديو جديد لأنه النظام تغير عما كان سابقا. هذا التحديث هو عبارة عن أنه جاب ميزة جديدة، جاب مركز التحكم بالشكل هذا. شايفين مركز التحكم هذا؟ هذا عبارة عن مركز تحكم جديد. في عنا تنتين شاومي HUB ومي هوم، بتقدر طبعا تتحكم فيهم إذا بدك هذه تظهر في الأول أو هذه تظهرش، وتتحكم في هذول. يعني لو جيت هنا تيجي على الإعدادات، تيجي هنا ما يخص الإشعارات وشريط الحالة، في عنا هنا عناصر تحكم الجهاز وشاومي سمارت HUB، يعني بتقدر تشيلها هي، وبتقدر تشيل الثاني عادي، بتقدر تحط واحدة منهم مثلا بدي هذه، بتقدر تحطها عادي جدا وبكل أريحية. لو جينا على التحديث بدك تعرف ليش أجى التحديث، بيجيك هنا تحديث الأمان لشهر يونيو 2024 لزيادة استقرار النظام. وفي حاجة أنا هحكيها دايما في كل فيديوهاتي علشان كل الناس تعرف، بتيجي على حول الهاتف هتلاقي فيه رموز أو في أحرف باللغة الإنجليزية، هتلاقي إنه يو، إذا كان عندك يو بيكون أندرويد 14 أول حرف، وإذا كان تي بيكون أندرويد 13. في عنا الأم إيه، أي جهاز له حرفين، أي جهاز له حرفين، والحرفين هدول اسم الجهاز، تمام؟ يعني ممكن يكون جهازك هذا مثلا المعنى 13 ألترا أم إيه، ممكن يكون جهاز تاني حرفين تانيات. بعد هيك في عنا الأم آي، الأم آي يعني نسخة عالمية، الإكس أم يعني مفتوح على كل الشرايح، يعني أي دولة بتودي عليها بيشتغل. لما أقول أم آي عالمي، طب لو قلت إي يو بيكون أوروبي، لو قلت آي دي بيكون أندونيسي، لو قلت إيه عندك الهند آي إن، وكتير نسخ مثلا الياباني جي بي، عندك كمان في عنا التايواني تي دبليو، او انا حكيت عن الروسي كمان ار يو. كل هذه النسخ انا حكيت عنها، ولكن كل فيديو بذكر فيها علشان تعرف النسخه تبعتك شو هي. اي نسخه برا الصين اسمها عالميه، حتى لو كانت روسيه ايش ما تكون كله هذا عالمي، والنسخ الصينيه بتكون في داخل الصين. النسخ الصينيه فيش فيها عربي، النسخ العالميه كله كل اللغات فيها بتلاقي. وهذا هي اندرويد 14، بتضغط هنا هتلاقي اندرويد. شوف هنا شايفين اليو اندرويد ايش 14، التي اندرويد 13، الاس هذا اول حرف، الاس اندرويد 12، ار اندرويد 10، كيو اندرويد ايش 9، البي اندرويد 8. شايفين كل هذا ترتيب ابجد يعملك يا بالاحرف الانجليزي بالنسبه للاندرويد. وهذه قناه شاومي الرسميه للتحديثات، هيها والرابط هيكون في صندوق الوصف. اول تحديث في عندنا ريدمي نوت 13 برو 5G، نفس تحديث البوكو اكس 6 العالمي. يعني البوكو اكس 6 هو عبارة عن ريدمي نوت 13 برو 5G، نفس التحديث 1.09 للإصدار العالمي أو النسخة العالمية. البوكو اف 4 الأندونيسي أجاله تحديث جديد 1.02 على الأندرويد 14، واللي قبله كمان على الأندرويد 14. إذن هنا تحديثين عندنا، بعد هيك البوكو اف 4 الأندونيسي وكمان البوكو اف 4 التايواني. الأندونيسي والتايواني عليهم إصدار تطبيق شاومي اللي فيه كل الخيارات اللي انت بتحبها، 1.02 اندرويد 14 بالنسبة للإصدار التايواني. شاومي 13 تي برو أجاله تحديث جديد وهو 1.08 على اندرويد 14. ريدمي نوت 13 برو 5G نفس تحديث البوكو اكس 6 الأندونيسي، الإصدار الأندونيسي أجاله تحديث 1.05 اندرويد 14. ريدمي نوت 13 5G أجاله تحديث اندرويد 14 طبعا 1.08 الإصدار الهندي. شاومي 11 لايت 5G ان اي الاوروبي اجله تحديث 1.05 اندرويد 14. البوكو اف 3 العالمي، الاف 3 العالمي او كل الاف 3 والريدمي كي 40 كلهم
هدول اجوا على اندرويد 13. اذا الاف 3 العالمي 1.03 اندرويد 13. عندنا البوكو اكس 5 الفايف جي اجاله تحديث النسخه الاوروبيه 1.04 على اندرويد 14. ريدمي 12 اس العالمي هذا جهاز كويس وسعره كويس تقدر تشتريه جهاز ممتاز 1.07 على اندرويد 14 12 اس العالمي. 12 اس الاوروبي 1.05 على اندرويد 14 تمام التمام. ريدمي 12 5 جي اللي سالنا عن ريدمي 12 5 جي وهو تحديثه نفس تحديث البوكو ام 6 برو 5 جي الاصدار الهندي اجله تحديث جديد 1.05 على الاندرويد وهو اندرويد 14. اذا حبيت تنزل التحديث يده بتضغط هنا وبعدين بتعمل فتح بينزل التحديث وطريقه اليد واحنا حكيناها او انا حكيتها اكثر مره في اكثر من فيديو. ريدمي 12 ريدمي 12 الاوروبي تحديث جديد 1.08 اندرويد 14. البوكو اف 4 جي تي اللي سالنا على الاف 4 جي تي اجاله تحديث وهذا الاصدار العالمي 1.03 على اندرويد 14. اذا عندك النسخه الصينيه المعدله مش هينزلها تحديث هذا للعلم. ريدمي نوت 13 العالمي اجاله تحديث 1.04 اندرويد 14. ريدمي نوت 11 الهندي 1.05 اندرويد 13. النوت 11 هيبقى على اندرويد 13 مش هيجي له اندرويد 14 هذا للعلم. شاومي 13 برو للعالمي 1.07 اندرويد 14. شاومي 12 تي برو الاصدار الاوروبي 1.05 على اندرويد 14. ريدمي نوت 13 برو 5 جي نفس تحديث البوكو اكس 6 ال 5 جي هذا اخذ تحديث 1.0.14 على اندرويد 14. هذا الجهاز الاصدار اللي انت شايفه امامك الاوروبي اخذ تحديثات كثيره. لاحظ هنا النسخ الاوروبيه بتاخذ تحديثات اكثر من النسخ العالميه وهذا سر انا كشفته. ريدمي 13 سي نفس تحديث البوكو سي 65 الاوروبي اجى تحديث له على اندرويد 14 1.05. شاومي 12 العالمي اجى له تحديث 1.09 على اندرويد 14. الان في عندنا المي بايلوت اللي المسجلين بينزل لهم في الاول التحديث هذا. البوكو اف 5 الاوروبي اجى له تحديث جديد 1.08 على اندرويد 14. شاومي 13 الترا الجهاز اللي ورجيتك اياه الموجود معي اجى له تحديث جديد 1.07 على الاندرويد 14. شاومي 13 العالمي 1.05 اندرويد 14. شاومي 13 تي برو جلوبال يعني العالمي اجاله تحديث جديد 1.04 على اندرويد 14. بننتظر الان ال 14 تي برو هينزل مع 14 تي بالنسخ العالميه. البوكو اف 6 برو العالمي اجاله تحديث جديد 1.04 على اندرويد 14. هذه كانت التحديثات الجديدة اللي وصلت لهواتف شاومي وريدمي وبوكو. إذا أنت شفت جهازك وما جاهوش تحديث أو زمان ما أجاك تحديث اعرف أنه في عندك مشكلة، والمشكلة أغلب المشاكل بتكون أنه النسخة اللي عندك نسخة معدلة صينية معدلة بدك تحط النسخة العالمية عشان تحصل على تحديث، وأنا حكيت وحكيت فيديوهات عن هذا الكلام. وكمان لازم أنت عشان تحصل على التحديث تنزل التحديث عن طريق الكمبيوتر، بعد هيك كل التحديثات هتصل عندك. واي واحد على ام اي او اي 14 وجهازه قابل ان يتحدث على الهايبر وما جاهوش التحديث بيكون عندك البوت لودر مفتوح، ولازم ايش تيجي تنزل عن طريق الكمبيوتر وبعد هيك ينزل لك كل التحديثات لو كمان حتى البوت لودر مفتوح بعد ما تنزل الهايبر او اس. نلتقي في فيديو جديد. دعواتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام يا غليل.